يا أخي سي فوزي القجع، يعني قولها و قولها بواحد الحماس. سي فوزي القجع راجل يعني نفتخروا به، ونورمال كاع المغرب خصو يفتخر به، ماشي غير الجهة الشرقية، لأنه هو ولد البلاد ولد بركان وولد الناس الكرام وناس الخير، يعني معترف به سي فوزي القجع. يعني الحمد لله ربي عطاه واحد الذكاء، وعندنا كما نقولوا احنا بالهضره ديالنا هنايا في الجهه الشرقيه عندنا كتف صحيح نفتخروا به، يعني راه غادي مزيان، الكره راه تبان الحمد لله، ماشي غير النهضه البركانيه، بزاف راني نسمع في الراديو كيهضروا راه مغلطين، ولو قاريين كاع ما راه مغلطين. فوزي القجع مع الجميع من طنجه للقويره، هو اللي طلع لها الاعلام وحكر له غير منين يكون في شي مؤتمر، سبحان الله العظيم، منين يكون يهدر كتخشع معاه، يعني يهدر بواحد الرزانه وبواحد الهدوء بواحد الثقه كبيره، وما يشيرش وما يديرش ديك الاخر، ثابت ومثبت الله تعالى سبحانه عز وجل، لانه ربي هو اللي داروا بهذا المقام، والرضا ديال الوالدين، لانه هو مرضي كبير ديال الوالدين مرضي، وربي راه معاونو. وانا نقول لك والله ما كيدير فرقه خير من فرقه سي فوزي القجع، هو وهي الرياضه راه سهله سهله، غير حنايا الناس كنبغيو نناقدو بنادم. الرياضه شوف، في الكره لعبت تربح، ما لعبتش تخسر، في الكاراتي كيف كيف، في البوكس كيف، جميع انواع الرياضه. يعني على زعما حنايا ما نقولوش عندنا فوزي القجع من بركان، شوف فين وصلوا الله تعالى، رئيس الجامعه ديال الكره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.